هاي بنات، انا نور الصواف فاشن ديزاينر وستايلست. النهارده الفيديو بتاعنا عن الريسايكلينج. هنعمل ايه النهارده؟ انا عندي هارنيك زي دوت، بس هو كات اوكي وقصير شويه، فانا مش عارفه البسه كتير وعايزه اغير منه، ماشي؟ فجبته وجبت قميص عندي زي ما انتم شايفين، قميص رجالي بقى، حريمي، اي حاجه، اي قميص عندكم. جبت قميص ابيض، عايزين تجيبوا لون تاني اوكي، بس انا حبيت الابيض عشان اضبط حاجات فيه مع الهاينك. اول حاجه انا هحط الهاينك بتاعي على القميص كده اوكي. انا كل اللي عايزاه ان انا عايزه اعمل كمام وعايزه اعمل وصله، عايزه اعمل له ايدين وعايزه اعمل له وصله من تحت عشان يطول، وكمان الكم عشان البسه بكم، وكمان اغيره شويه يبقى طريقه ايه فاشنبل اكتر. خلينا نعمل كده. انا عايزه اخد الكم، احط بس الكم بتاع القميص كده، او حرده الباط بتاعه الهاي نيك مع القميص، وهبتدي اقص. انا مش عايزه الوسع اللي من هنا، انا هاخد القميص من هنا فهقص كده. انا ممكن افك الخياطات بس انا مش محتاجه اعمل كل ده، هو القميص اوسع شويه من الهاي نيك. هو قميص رجالي اصلا، ده قميص جوزي فانا قررت العب فيه. ادي كم، اخدت كم، هاخد الكم التاني بنفس الطريقه. اكيد مش هتعملوا كده في قميص جديد عندكم، يعني قميص قديم بطلتوا تلبسوه، قميص بابا اخوكي، قميص قديم عندك عادي يعني ممكن تستخدميه جدا يعني. كده عملنا الكمين، خليهم على جنب. دلوقتي انا عايزه الحته بتاعه تحت، انا كل اللي فوق ده في القميص انا مش عايزاه اوكي، بس عايزه الحته اللي تحت على حسب الطول بتاعي. انا الطول زي ما انا حطاه كده ده مناسب ليا الطول ده جدا، ماشي؟ لو عايزه اطول اكتر ممكن اطلع فوق كده، بس هحس ان في مساحه كبيره قوي بيضه، ان انا في حاجه غلط، فانا مش عايزه احس ان في حاجه غلط. فبالنسبه لي من عند الزرار واحد بس كده كويس جدا. هظبط كده عشان اشوف الطول. لو عندي مازوره بس انا عشان يعني عارفه بالوايم كده، يا ريت اقيس الحته دي تبقى قد الحته دي، ماشي؟ لو ما عنديش مازوره اعمل حاجه اسهل من كل ده، هتنيهم على بعض كده اوكي. هظبط الديل كله بتاع القميص مع بعضه كده، ماشي؟ ممكن اعمل حاجه كمان حلوه قوي، ممكن ان انا اقص اللي قدام بطول معين واللي ورا اطول شويه، لو انا عايزه اعمله ايه طويل من ورا. الطريقه دي حلوه عشان خاطر انتي بالظبط المقاس اللي في الجنب ده هو بيبقى المقاس اللي في الجنب ده. فانا كده مش شايفه الزرار اللي انا المفروض اقص عنده، فهحاول كده اوصل له. انا عايزه فوق الزرار، وصلت له فوق الزرار على طول كده كويس قوي. هنا هقص فوقها شويه، ما ننساش مش عايزه اقصه خلاص عشان خاطر ده لسه هيتخيط، فلازم يبقى عندي المكان بتاع سماحيات الخياطة 1 سنتي. ويكون عندي الحتة تطلع بالشكل ده اوكي. دلوقتي انا مش محتاجة ده، بس طبعا مش هرميه، يعني حاجة بالمنظر ده انا ممكن اعمل فيها حاجة اصلا ليها ستايل حلوة جدا، فده انا مش هرميه، ده هعمل بيه حاجات تانية، وممكن افصل الياء او اعمل بيه حاجة تالتة واتيفر يعني. هبتدي اركب الجزء اللي تحت، بس عندي مشكله الجزء اللي تحت دلوقتي ده بقى اكبر كتير من الجزء ده. عندي حلين، يا اما اعمل زي كسره كده هنا وكسره هنا وهيبقى شكلها لطيف عشان لازم المقاس ده يبقى قد المقاس ده اوكي، يا اما اكشكشه اوكي، اكشكش ده وابتدي اركبه على مقاسه. انا بالنسبه لي الكسره هتبقى حاجه بيرفكت جدا، ف هحدد بس اهم حاجه الوسط او يعني السنتر بتاع الهاي نيك، هقسمه كده، ده السنتر بالظبط، احط في السنتر دبوس عشان ما يتوهش قدام وورا، احط دبوس ماشي. وبعدين هبتدي اجيب ده، ممكن بقى افتح الزرار ده دلوقتي مش محتاجاه، وهبتدي اعمل ايه كسره كده مثلا اوكي كده اوكي، وهحط دبوس كمان هنا
الكترة. نفس الكترة هعملها الناحية الثانية. لو انا مش هعرف اضبطهم في نفس المكان هفتح كده واحط ده على ده عشان اعرف مكان الكسره فين. هلاقي ان انا لما احطهم على بعض مكان الكسره اهو هنا بالطريقه دي بالظبط اهم بقوا على بعض. عشان كمان اعملهم قد بعض طريقه سهله، اجيب القمر على القمر والجنب على الجنب ماشي، هلاقي في النص بيطلع لي ايه الكسره، وكمان اتحدد مكانها على الكسره اللي عندنا اللي هي الناحيه الثانيه عشان ما احسش ان واحده رايحه يمين واحده رايحه شمال. تدبوش كده انا عملت ايه اول كسرتين. لو قفلت دلوقتي القميص بتاعي من هنا هلاقي ان انا عملت كسرتين كده كانه مقفول، والمقاس من قدام بقى مظبوط. محتاجه بقى الظهر اظبطه برضو. لازم احدد دول في الاول، لو عملته وحددت دول في الاول الخياطه بالنسبه لي هتبقى سهله جدا. دلوقتي هفتح كده القميص، هحط خياطه الجنب اللي في القميص مع خياطه الجنب اللي في البلوفر هنا وهنا، هلاقي ان انا ممكن اعمل كسرتين تانيين، وممكن اعمل كسره واحده بس، وانا هفضل اعمل كسره واحده بس عشان القميص بتاعي فيه قصات، فانا او يعني كسرتين ايه قريبين جدا لبعض عشان قميصي فيه قصات، فانا مش حابه يبقى قصات وكسره في القصه وحاجات كتير يعني، فمش حابه. واقف اصلا في قمصان كتير بتتخيط كده يعني بكسره واحده من ورا كده. اوكي هرجع ابص تاني على الجناب هلاقي ان جنب القميص مع جنب البلوفر. ايه اللي هعمله دلوقتي؟ ايه اجيب البلوفر بتاعي كده، انا عرفت ان السنتر هنحط حاجه اسمها وش في وش. يعني ايه وش في وش؟ يعني وش القميص بتاعي مش القميص من جوه، وش القميص بتاعي مع وش البلوفر بتاعي كده كده بقى وش في وش. وهنجيب السنتر بتاع القميص اللي هو بين الكسرتين مع السنتر اللي انا كنت محدداه بتاع البلوفر اللي هو في النص، واحط دبوس يشبكهم ببعض. وكمان هعمل كده في الجنب ودبوس يشبكهم ببعض، في الجنب التاني دبوس كده، زي بحاول احاوط القميص ان انا ابقى عارفه فين البدايات والنهايات، ما يبقاش في عندي كسر كشكشه، ما يبقاش في اي حاجه، كل حاجه تبقى مظبوطه. وزي ما عملنا كده هنعمل اللي قدام معانا بالطريقه دي زي ما انتم شايفين اهو. وهحط برضو الدبابيس اللي هي بترحلي لو في كشكشه، لو بثبت الاثنين مع بعض عشان خاطر بس اما اعرف اخيط هبقى ملكاهم. ده شكله اهو بعد ما ركبت الجزء ايه اللي تحت اللي هطول بيه. الخطوه دلوقتي اللي هعملها ان انا هثبت كل دوت بالابره. لو حد عنده مكنه اوكي، ما حدش عنده مكنه يعمله بالابره والخيط، بس يعمل غرزه ضيقه قوي عشان حاجه تبقى متينه. ولو عن يعني مش لازم تبقى عندكم مكنه، لو تعرفوا اي خياط من الناس البسيطه اللي بتبقى فاتحه في الشارع كده وبتخيط محلات بسيطه بتخيط، ممكن تدسلكوا عليه وهيظبط يبقى احسن يعني، لان طبعا الحاجه على المكنه تبقى متينه اهو. على 1 سنتي الخياطة مش اكتر من كده. اوكي بصوا لما خلص او عايز تكوي بس يعني اهم حاجة. شفتوا بقى الخياطة اللي بقولكوا عليها لازم دي بس عشان هي زي ما قلنا سراجة، لما هيتخيط عليه بالمكنة عمره ما هيطلع بالشكل ده، هيطلع اقرب للشكل ده. يلا نبدأ في الكمام. قبل ما اركب الكم في حاجة بقى، الكم اكبر شوية، حاجة بسيطة جدا اكبر شوية، فانا هعمل حاجة بسيطة فيه كده وهتبقى شكلها حلو. ولو كان القميص دوت مقاسه اكبر بكتير من القميص ده كان هيعمل لي كشكشة كده، هعمل كشكشة كتير في الكم، كان هيبقى على الترند وحاجة موضة جدا دلوقتي. انا عندي زيادة في الكم، الزيادة دي تقريبا هتبقى هطلع لي في الاخر 3 سنتي ولا 4 سنتي. همسك الكم كان متني اهو معايا، الجزء اللي متني ده كده كده دول 4 سنتي. اوكي انا عشان عارفاهم بالوايم انتوا ممكن تقيسوا حتة كده وهكشكشها اللي بنقول عليها الهد بتاعت الكم. هعمل ايه بقى؟ هكشكشها كده من تحت. بصوا الكشكشة ان احنا بنعمل الغرزة كده بس، ده الحاجة اللي ممكن ابص كده.
هلاقي ان بصوا بدايه الكم من فوق ونهايته بقوا مظبوطين على بعض. خلاص ابتدي الضم الحته بتاعه الكشكشه دي عشان تثبت. انا هعمل كده وده برد. الكم عندي اهو تمام. اركبه ازاي في ده؟ هعمل ايه؟ همسك كده تحت الباط بتاعي الخياطه اللي تحت الباط في الكم والخياطه اللي تحت الباط في البلوزه، وهحط ايه؟ طبوس كده في الخياطتين دول مع بعض. دبوس ماشي اللي هما السنتر يعتبر. كمان كده انا مسكتها وعرفت زي ما بيقولوا اولها من رف. هعمل ايه بقى؟ هقلب البلوزه كلها كده بالطريقه دي. لما اقلبها فين الكم اللي حاطين فيه دبوس؟ اهي الثانيه اهو، الكم اللي حاطين فيه دبوس اهو. هبتدي اشده من هنا، مش الكم كله، الهات بتاعته او الحته اللي انا هركبها. هلاقي ان المنظر عندي بقى بالشكل ده، الكم بتاع البلوزه وجواه الكم بتاع القميص. تمام، هو سهل، هي بس التركه في حركه القلب، او كمان يعني لو ثبتوها زي ما قلت لكم من تحت الباط هيبقى سهله جدا جدا جدا، ما يبقاش فيها اي حاجه يعني مش هتتلفخوا فيها. هبتدي بقى اخيطه. الابره بتاعتي هلضمها. بصوا همشي فين ده عشان انا بتاعي مقلم. اول حاجه هعمل غرزه تثبيت بالمنظر ده. كده بس. وهبتدي اخيط كده سراجه برضو زي ما قلنا. انا كل اللي هعمله سراجه لغايه ما اجيب احمله تحت المكنه افضل طبعا بكتير جدا. كده هنقلب الكم. شوف بقى شكله كده، ده شكله معانا. طبعا الخياطه على المكنه مش هتعمل لي اي حاجه من الكشكشه دي. المنظر بعد الكشكشه هتبقى بس هنا، المنظر في المكنه هيبقى عامل كده. شايفين الخط هيبقى مفروض ازاي؟ زي ما عملت الناحيه دي هعمل الناحيه الثانيه بنفس الطريقه. ايه رايكم بنات؟ حلو، تعالوا نشوفه في اللبس هيبقى يطلع شكله عامل ازاي. يلا بينا. وبكده يا بنات تبقى عرفنا وشفنا ازاي عملنا ريسايكلينج للبلوفر مع القميص. حاجات قديمه عندنا ومن دولابنا جددناها ولبسناها. عملنا الكسر وعملنا كل حاجه. ومش عايز تلبس على البنطلون واسع شويه زي اللي انا لابساه، عايز تلبس على البنطلون سكيني او سكيرت تكون ضيقه عشان ما يفتحش كده، لان هنا في كثافه مخليها مفتوح. هو مش ده الطبيعي بتاعه، الطبيعي ان هو يبقى عامل كده، والكسر كمان الطبيعي ان هي تبقى ضيقه بس الكثافه هي اللي عامله فيه كده. وده شكله. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. مستنيه كل كومنتاتكم وكل ارائكم، وكمان مستنيه الكومنتس اللي هتقولوا لي فيها عايزين فيديو عن الريسايكلينج عن ايه بالظبط.